السورة التي بين أيدينا اليوم سورة تشتد حاجة البشرية إلى الوقوف على قيمها ومبادئها. هذه السورة دستور في حقوق البشرية، دستور في حقوق الإنسان، دستور في حقوق فئات لطالما نسيت ونساها الناس في خضم مشاغل الحياة المختلفة. تأتي سورة الماعون في الوسط، تأتي سورة الماعون مذكرة الإنسان بفئات قد لا يلتفت إليها في حياته. خص صنفين من البشر في هذه السورة العظيمة. الصنف الأول اليتيم، منزلة قيمة، ويتعجب الإنسان وهو يرى كيف يعتني القرآن العظيم باليتامى مع هذه العناية العجيبة. ويا ترى من هو ذاك اليتيم الذي احتفل به القرآن؟ اليتيم الذي لا أب له قبل أن يبلغ سن الحلم أو الرشد، هذا الذي فقد حنان الأبوة. القرآن العظيم يبتدئ بحقه أولا. وتدبروا معي، القرآن ما تكلم هنا عن قضية مال، لم يتكلم عن قضايا مادية. الآية تكلمت عن تصرف نفسي وسلوكي، فذلك الذي يدع اليتيم يعنف ويوبخ. سلوك قد يكون بمجرد حركة بسيطة، التعنيف أو التوبيخ ممكن يكون حركة بسيطة، ممكن يكون حتى بالعين، ممكن يكون توبيخ، ممكن يكون أن يطرق بابه فلا يفتح، أو يفتح له ويرتفع صوته أو يرفع صوته عليه، أو ما شابه، ممكن أشياء كثيرة ولكنها لا تخرج عن الحالة النفسية. ومع ذلك القرآن العظيم يبدأ بها. التكذيب بوجود الله سبحانه وتعالى لا بد وأن ينعكس على سلوكيات الإنسان، لأن الرب الرحمن الرحيم كلما ازداد الإنسان معرفة به ازداد تعرضا لرحمته. كلما القلب امتلأ بالإيمان بالله ومعرفته سبحانه وتعالى وتعظيمه، كلما رق القلب، كلما صفى القلب، كلما ازدادت جوانب ومنابع الرحمة فيه. والرحمة التي يحدثنا عنها القرآن في سورة الماعون الرحمة بضعيف يتيم فرد. القرآن استعمل هنا اليتيم، ما قال اليتامى، شخص اليتيم، اليتيم الفرد الذي مطلوب من كل المجتمع ومن الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر وبهذا الدين العظيم أن يعتني بهذا الفرد اليتيم الذي لا أب له. وهناك عشرات الآثار والأحاديث التي تعزز وجه العناية باليتيم. والذي يلفت النظر أن اليتيم ذكر في كتاب الله عز وجل على ما يزيد على 20 موضعا في كتاب الله. عناية بماله، عناية بنفسيته، عناية بحقوقه، عناية بكل ما يتعلق به. لماذا؟ فقد أبا، وأراد القرآن أن يجعل كل الرجال والنساء آباء وأمهات لهذا اليتيم الذي فقد أبا. لا يشعر بغربة، لا يشعر بوحدة، لا يشعر بفقر. ولماذا يا ترى اليتيم لا يشعر بفقر ولا حاجة ولا غربة؟ لأن الدين ليس مجرد علاقة خاصة بينك وبين الله لا تنعكس على سلوك أو أخلاق أو تعامل. ناس في كثير من المجتمعات يعتنون بفلان ابن فلان المعروف الأب والحسب والنسب، ويصلونه لأجل أن يصلهم، واليتيم انقطعت صلته بهذا الجانب لا أب له، والله سبحانه وتعالى أراد أن يصله بالمجتمع بأسره. والصنف الثاني من البشر، ربي عز وجل في السورة قال ولا يحض على طعام المسكين. صنف آخر عززه ورفع قدره القرآن، والناس في الدنيا قد يحطون قدره مسكين. والمسكين كذلك يلفت للنظر أنه ورد ذكره في كتاب الله المساكين والمسكين مفردا وجمعا فيما يزيد على 20 موضعا، كلها في سياق المدح، كلها في سياق العناية والحماية. ليس لأجل أن القرآن يريد أن يجعل من الأمة المسلمة المؤمنة به زمرة من المساكين أو شلة من المساكين، لا لا، ولكن لأنه يريد أن يصنع من تلك القلوب التي آمنت بتعاليمه وشرعه وأحكامه أمة رحيمة رؤوفة، أمة تعتني حتى بأولئك الذين حرموا من جوانب العناية في مجتمعاتهم لسبب أو لآخر. ولذلك كلمة مسكين إذا تتبعناها في اللغة وجدناها كمفردة تأتي من مادة السكون وليس المسكنة، في فرق شاسع. المسكنة عقوبة ضرب الله بها عدد من بني إسرائيل، قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، عقوبة. المسكين يختلف عن المسكنة، المسكين أصل الكلمة من السكون، والسكون قلة الحركة والعجز عنها لسبب أو لآخر. إنسان قد يعجز عن الحركة إما لإعاقة، ربما إعاقة فعلا حركية، وربما لقلة ذات اليد،
وربما لحالة نفسية أو أزمة يمر بها، كل هذا وارد. الشاهد أن المسكين يشمل كل هذه الفئات التي عجزت عن الحركة نتيجة لضعف أو عجز نفسي أو مشابه أو مالي أو مادي. بمعنى آخر، مجموعة من الناس الذين عجزوا عن الحركة، سواء كانت حركة حسية أو أحيانا حركة كسبية أو أحيانا حركة نفسية. المسكين هو ليس مجرد إنسان لا مال لديه أو ليس لديه ما يكفيه كما جاء أو ورد في التعريف الفقهي، ولذلك فرق الفقهاء بين المسكين وبين الفقير، وهناك فرق، ولكن الفرق لا ينحصر فقط في الجانب المادي. القرآن لا يحصر القضايا في الجوانب المادية فحسب. إذن يا ترى من هو هذا المسكين الذي يعتني به القرآن العظيم ويحض على إطعامه بقوله محذرا ولا يحض على طعام المسكين؟ ولماذا الطعام فقط؟ ولماذا لم يقل شيئا آخر؟ المسكين ليس مجرد إنسان لديه حاجة مادية فحسب، ممكن يكون لديه حاجة نفسية. والقرآن العظيم يخص بالذكر في هذه السورة تحديدا قضية الإطعام. قال ولا يحض على طعام المسكين. ولو تتبعنا لفظة المسكين في كتاب الله لوجدنا أن كثيرا من الكفارات عن الذنوب والمكفرات في حلف اليمين وما شابه جاءت بإطعام المساكين. لماذا إطعام المساكين؟ لماذا ليس شيئا آخر؟ أولا، قضية الإطعام هي عبارة عن تحقيق نسبة من الأمن الغذائي الذي لا تستقر الحياة بدونه. الأمر الآخر، الإنسان كرم ومن جوانب تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحصل على حاجته من الطعام والشراب. الأمر الثالث، أن القرآن العظيم كتاب يعاين الواقع واحتياجات الإنسان فيه، وحاجة الإنسان للطعام حاجة ممكن أن تدفع به إلى التذلل للآخرين. لذلك وردت الآثار عن بعض عمر رضي الله عنه وغيره حين يتكلم عن الفقر، ويقال ويروى عنه أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن الفقر يكسر كرامة الإنسان. الشعور بالحاجة داعي من دواعي المسكنة، داعي من دواعي المسكنة التي هي عقوبة في واقع الأمر، فيها مذلة، فيها إهانة. والقرآن العظيم لا يقبل، لا يقبل بهذا، ولا يرضى لعباده أن تشد بهم الحاجة فتوقع بهم في أسر أن يكون مسكينا. ولذلك هذا المعنى العظيم يفسره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح، يفسر هذا المعنى تماما حين يقول ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. كلام عن طعام. مسكين، يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مفهوم المسكين، ليس إنسان يتكفف ويطلب من الناس ويدق ويطرق الأبواب يطوف على الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه، هذا ليس المسكين، هذا سائل. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. طيب ربما يكون أيضا السائل لا يجد غنى يغنيه، ولكن تكملة الحديث تؤكد معنى المسكين، ولا يفطن به فيتصدق عليه، لا أحد يشعر به. بمعنى آخر، صفة من صفات هذه الفئة من البشر العفة. والقرآن العظيم في سور أخرى قال لا يسألون الناس إلحافة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، في عفة نفس. والحاجة إلى الطعام قد تكسر تلك العفة وتلك العزة التي ينبغي أن تكون في النفس الإنسانية والكرامة الإنسانية محافظا عليها. وتكملت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يقوم فيسأل الناس. تدبروا معي في فقرتين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا المسكين إنسان منعته كرامته من السؤال، وقال قال ولا يفطن به فيتصدق عليه، لا أحد يتصدق عليه. لأجل أي شيء؟ من شدة محافظته على كرامته، تلك الكرامة الإنسانية التي أمرنا بالحفاظ عليها. إذن المسكين ليس كما يفسره فقط عدد كبير من الفقهاء متعلق المسكنة أو المسكين أو الفقير بالحاجة المادية فحسب، لا، في حاجة أخرى نفسية، أن هذا المسكين من صفاته أنه إنسان متعفف، أنه إنسان يحافظ على كرامته الإنسانية ويربأ بنفسه أن تدفع به الحاجة إلى الطعام إلى أن يطلب من الناس أو يطرق أبوابهم. السؤال يبقى مطروحا، يا ترى لما يعتني به القرآن هذه العناية؟ الرب الذي أراد لتلك النفوس التي فيها كرامة أن يحفظ عليها كرامتها. مسكين أو مجموعة المساكين
أناس قد تغلق عليهم الأبواب، أنا وأنتم لا نشعر بهم، لا يسألون ولا يفطن إليهم ولا يعبأ بهم. من الذي علم بحالهم؟ الله سبحانه الذي أمر وأمر بالحظ على إطعامهم، بل جعل الحظ، لأن كلمة حظ حث الآخرين، يعني معناه أن قضية إطعام المسكين لا تكون قضية فردية متعلقة بأفراد الأشخاص فحسب، لا، تصبح عمل تعاوني في المجتمع كله. إن هنا كلمة ولا يحض على طعام المسكين هي لا تتعلق بالفرد فقط، إنسان لا يدعو ويحث الآخرين على إطعام المسكين، ومن باب أولى أنه هو يطعم المسكين، ولا يكفي أن يطعم المسكين، ولكن عليه أن يحث غيره على إطعام المسكين، يعني عمل جماعي، عمل تطوعي، يعني عمل جمعي يقوم به أفراد المجتمع كلهم لأجل العناية بهذه الفئة من الناس. لماذا القرآن يعطي هذه المنزلة لهؤلاء المساكين؟ ليس فقط لحاجة مادية، وإنما لرفع قيمة الكرامة الإنسانية. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم، كرامة الإنسانية في سورة الماعون، وهي حق من حقوق البشر، وكل حقوق الإنسان وثائق ومواثيق حقوق الإنسان لم تأتي بهذه الجوانب النفسية الدقيقة في الحفاظ على كرامة الإنسان. ولذلك صحيح الكلام عام أنه لابد من محافظة على كرامة الإنسان وكرامة الإنسان محفوظة، ولكن أن يكون التفصيل دقيقا، أنه الإنسان لا يسأل الطعام أو الحاجة إلى الطعام أو يذل لأجل حاجة الطعام، هذا ما راعته ولا مواثيق الدول كلها، ولا حتى في عصرنا هذا الزمن المتقدم المتحضر الذي نعيش فيه. والقرآن قبل هذا العدد المهول من القرون يحافظ على الكرامة الإنسانية ويأتي بهذا الحق المشروع. ولذلك من العيب على البشر اليوم أن يجعلوا المساكين من أطفال ونساء وأمهات يعيشون في الملاجئ أو مشابه أو في المخيمات، أن يمسك كل واحد منهم إناء أو وعاء لأجل أن يطلب طعاما. من العيب ومن العار على الإنسانية أن تلجئ هؤلاء لأن يقفوا في طوابير طويلة وفي أيديهم وعاء فارغ يريدون أن يملأ من طعام أو شراب. القرآن العظيم عالج هذه الإشكالية وجعل طعام المسكين والطعام بالذات، وفي أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، والدليل بأنه جعل الكفارات إطعام مساكين، إطعام 60 مسكين، إطعام 10 مساكين، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يحافظ على الكرامة الإنسانية في نفس المسكين، فلا يجعل البشر الآخرين الذين شعروا بنعمة الأمن الغذائي يعرضون عن هؤلاء ويدفعون بهم للحط من كرامتهم الإنسانية والوقوف طوابير على الأبواب يستجدون الطعام. تدبروا معي في هذه اللمسة القرآنية المعجزة العظيمة، إن أنت حين تطعم الطعام لا تنتظر، أنت الذي تبحث عن المسكين وليس المسكين يبحث عنك، أنت حين تكفر في الكفارات أنت تبحث عن المساكين وتسعى إليهم، لا هم يسعون إليك ولا يقفون على بابك. من رفع هذه الكرامة العظيمة؟ ولماذا هذا الربط العجيب والعناية العجيبة بالمساكين؟ لأجل أن يجعل الحفاظ على الكرامة الإنسانية عاليا شامخا. ثم اللفتة المهمة الأخرى، أن الإنسان المسكين كما فسره حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان متعفف، فمن تعفف عفه الله سبحانه وتعالى، ومن تعالى بإيمانه ونفسه عن أن يمد يده بالسؤال لأحد رفع الله قدره. أي علاقة عظيمة بين خالق كريم يعلم ما تخفي الصدور وبين بشر قد لا يؤبه لهم من قبل الناس ولكن الله أعلى قدرهم. تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة، القرآن العظيم يعلم شأن المساكين. ولذلك لا نجد نحن في قوانين ودساتير الدول حقوق المسكين ولا حقوق اليتامى، ونجد في القرآن حقوق اليتامى والمساكين. أمر آخر يلفت النظر عند تدبرنا في سور أخرى وآيات أخرى ذكرت المساكين، قوله عز وجل في سورة الإسراء قال وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعد الأقارب المساكين أسرة ممتدة، المؤمن لا يعتني فقط بأقاربه أو بأهله وناسه ممن تربطهم رابطة الدم، تربطه بهم رابطة الدم، المساكين جاءوا بعد ذوي القربى. وفي آية أخرى في سورة النور قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. بعد أولي القربى المساكين. وفي سورة الروم قال فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. تريد وجه الله؟ تريد التقرب إلى الله عز وجل؟ تقرب إليه بالإحسان إلى هؤلاء. فرق شاسع بين أن تطعم الطعام لهؤلاء المساكين وبين أن يأتون إليك لأجل أن تطعمهم. وذلك قلنا الجرم الإنساني الذي ترتكبه البشرية اليوم حين تهين هؤلاء وتوقفهم في الطوابير ساعات لأجل حفنة من الرز
أو كسرة من الخبز، إهانة الكرامة الإنسانية. والنتيجة، النتيجة هي التي جاءت في كتاب الله عز وجل بالتوعد لكل هؤلاء الذين يقفون حجر عثرة في طريق الكرامة الإنسانية.